يمكن أن يقال عنه إنه بلد غير عادي، لكن هذا شيء، وكونه نقوم نحن نهلل ونكبر لأنفسنا ونضع على عواتقنا أثقال ربنا ما كلفنا بها. أخونا البروفيسور عز الدين تأثر للآيات الكريمة: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وهذه الآيات تكاد تكون مؤشر إلى ما يجب أن يعمل. وأهلنا القدام، آبائنا وأجدادنا اللي منهم هذه السيدة العظيمة التي ذكرها أخونا محمد الحسن في قصيدته الملحمية السر بدعوة الكريم، كانت فاهمة ذلك. أنا زمان كنت في أيام فوران إخواننا دي لما استلموا الحكم لأول مرة، وجو يعني أنا ما أنكر الجراح ولا أبدو كأني مصر على الشقاق والخلاف، وعمري ما كنت مصر على الشقاق والخلاف، لكن الناس دي جو طوالي عيون حارة يعني مع الاعتذار لسعادة السفير، وأظن زي ما قال له أخونا ميدا معلش سامحنا يعني، وأنت مهما كان مواطن، وأظنك طبعا دور واجبك الدبلوماسي يكلف بتقبل أشياء أنت في واقع الأمر ترفضها، لكن معلش طول بالك معنا. الأخ الميدا قال إنهم رفعوا المصاحف على سن الرماح، وأنا برضو قلت لك في تلك الأيام الأولى، أيام يعني جو متحنفشين وظنوا بأنهم يصلحون الكون للمرة الأخيرة، يعني يعملوا يكتبوا زي ما بيقولوا بعض المؤرخين عن الحركات من هذا النوع، أنهم يريدون أن يكتبوا الصفحة الأخيرة من كتاب التاريخ. وقالوا للناس انتوا اسلامكم ده كله ما هو نافع، نحن نعلمكم الاسلام وانه تنميتكم الكتب السواها دي كلها شغل لعب، وانه الجنوب ده نحن نحسم لكم القضيه دي في اشهر، وانه الجنيه السوداني قيمته حترتفع، أظنه كان 18 جنيه الزمن ده، 18 الدولار كان 12، قالوا نحن نخلي يمكن الجنيه يبقى ثاني 3 دولار. لسوء الحظ أو لسوء حظهم وحظ البلد، كل الكلام ده لم يتحقق منه أي شيء، و ما أدركوا وهم جاءوا باسم الإسلام بأنهم ادعوا ادعاءات ما كان ممكن أن تكلل بالنجاح. أنت سمعتوا بروفيسور عز الدين هذا الرجل العالم كيف يتواضع يقول والله أنا ما سويت شيء، في ناس أحسن مني. قالوا والله شوفوا انتوا تعملوا الكلام اللي نقوله لكم ده، ونحن سنجيب لكم الجنة
في هذه الأرض. انتهى بهم الأمر بأنه يرسلوا الناس للجنة الثانية. الناس يموتوا معلش سعادة السفير. عاد كيف؟ يعني قولوا للحكومة ده طلب معلش ما بعد كانوا يدعونا للجنة في هذه الأرض. بيجوا كل ما يموت واحد يقولوا نحن عجتنا عليه في واحدة من حور الجنة. كأنما ربنا سبحانه وتعالى أعطاهم مفاتيح الجنة. هذا غرور أنا لا أفهم بالناس ورعيم. قالوا الشيخ الدكتور حسن الدرابي ربنا يعني يعفو عنه ويعني يمرض من حبسه الحالي. أخونا حسن قالوا يقرأ القرآن يحفظ القرآن يقرأه بسبع روايات. سبع روايات والله يا الله يمين الواحد يقرأه برواية واحدة وربنا يعني يغفر لنا. على اي حال ضيعوا زمننا في اباطيل. وهو ذاته جاءوا اعتذروا قال كل ده غلط. بعد ما قتلوا الناس قتلوا كم